القانون الارثوذكسي ما بيشوا فيه القوات. نعم. عرفت على اساس انه شغلي اجي هذا مش من بنات افكاره كانت وعبقريته، هو انتج هذا القانون المسخ. هو انتج هذا القانون، وهي كرمال النائب الجديد الاستاذ ياسين ياسين المنتغني المناسبة لنهنيه بمركزه، يعرف هذا القانون انتج جبران باسيل مش الي الفرزي، الي الفرزي القانون الارثوذكسي الذي لا يزال يشكل حل استراتيجي لمجلس الشيوخ بلبنان. على الحالتين حطي على جنب. هذا الموضوع اجى لهون طيب مين بيكون صاحب؟ خلص قانون الانتخاب اسقط قانون الستين القانون الارثوذكسي. نعم. اللي كان هو بيمنعهم يوصلوا على على رئاسة الجمهورية، لأنه الأكثرية مش عايدوا يجيبوها. أنا بنيت أفكاري وده نضالي الشخصي. طبعا إجا العميد مش العون كرئيس جمهورية وقف ونبط بالأرض لغير قانون الانتخاب. إجت معركة رئاسة الجمهورية. مين كان رأس الحرب بلبنان على شاشات التلفزي بإيجاد الأسباب الموجبة لانتخاب ميشيل عون رئيس مبرمج؟ مين؟ نعم. على تلفزيوني كل التلفزيونات واحد اسمه إلي الفرسي بشكل رئيسي. وهذا بيرجعوا التوثيق. فإذا يا أستاذ جبران إن هذا الفضل هو فضل لاحق لفضل سابق أنكرته أنت كفرا وجحودا وأقررنا به نحن خيرا ومعروفا. انتخابات 2018 يا أستاذ جبران أنت بتعرف وقت كنت عم تفاوض الحريري على مركزين اللي ما بيطلعوا لك بالمنطقة الغربية، كنت عم تحط لي اسمي وبتحط اسم تاني واحد بالغربي بتقول لي إيش هلا، على أساس على أساس أنه أنا متقاتل أنا والسنة بسبب القانون الأرثوذكسي، الدروس بدهم يمشوا مع الدرزي، الشيعي الثنائي الشيعي بدهم يمشوا مع الشيعي، هو بيعطي الحزب تبعه اللي بده يرشحه بسقط أنا بتكون أنت بريء من دم هذا الصديق. لو الاتفاق بيني وبين رئيس بري اللي حفظ مركز فاضي إلي وأنا أعلنت ترشيحي وأنت بعدين لحقتني بالتأييد بعد أربعة أيام وهذا أمر ثابت، أنت فوجئت وقتها وأنا وياك الساعة واحدة بالليل على التليفون شارعنا بهذا الموضوع، انت لحقتني لأيات ولحقت الركب، فانت بدل ما تشكرني اني عطيتك شرف الانتماء لتكتلك وقعدت حدك كرئيس جاي تحكيني، انت ما كان بدك يعني نائب رئيس مجلس نواب، انت اجتمعت معي وحاولت تقنعني بلا نيابة رئاسة المجلس النيابي وقلت لك ابدا بكل مجلس الوزراء، عرضت علي نيابة رئاسة مجلس الوزراء قلت لك لا، هذا موضوع اياك ان تحكي بالفضل لأنه ربيت عباب بيوتنا الوفا، واللي بيوقف حتى اليوم بيقول عن واحد اسمه غازي كنعان توفى ومات، النظام السوري بالسودان علي، اللبنانيين بالسودانيين علي، وبيضل يتباهى أنه نعم صديقي على رؤوس الأشياد، هذا معناته وفي حتى العظم ما بيجوا صغار صغار يدعوا بعدم الوفا. أكرر أن هذا الفضل هو فضل لاحق لفضل سابق أنكرته أنت كفرا وجحودا وأقررنا به نحن خيرا ومعروفا. أما أن تقول أنه أنا راس الفتنة، أي فتنة يا صح بدي أقول لك ليش ليش قال لك أنه أما أنا راس الفتنة، أي فتنة رأس الخيانة بالبقاع الغربي، أي أي بتحكي عن بقاع غربي محل جدودي وتاريخنا صار متيلي لكل يلي بيظهروا من بيئتهم وبيصيروا مستولدين بكنف الآخرين. يعني أنا بعرفك بتبعت رسالة لبعض نواب الطيار اللي أنت مخنوق كيف إجوا نواب مين يعني؟ شو ما بعرف شو اسماء ما بتعرفهم؟ لا 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 مش وين تحكي بتحكي لتهدد لتهدد، استعملت قوة الحزب لتهدد في مكان آخر، بتهدد بتقمعنا تهدد الآخرين. لايك يا جبران أنا طلعت على الجبل لأعمل فتنة وأدت إلى ما أدت إليه من دموع ودموع، أنا طلعت على عكار لأعمل فتنة، أنا كنت متنقلت من محل لمحل بياخد معي جيش، بتنقل بلبنان لحالي بسيارتي لأني إلي ثقة بأهلي وبشعبي وبمواطن لأني أنا ضميري مرتاح وإيدي مش ملوثي لا بكرامة الشرفاء ولا بمصالح الناس. هذا موضوع راس الفتنة بالبقاع الغربي، أهل البقاع الغربي بيعرفوها بيعرفوها تماما من قبل الفتنة، الفتنة اللي بيعمل العتمة على العالم وبيمنع الكهرباء تيجي عن الناس، الفتنة اللي الذي يستلذ برؤية الناس بلا كهرباء بالرغم من صريخهم وعيطهم. هذا موضوع بس من يقول أنه يستلذ بهذا الموضوع؟ بعدين هو بصفته رئيس حزب يحق له أن يذهب إلى أي منطقة بلبنان وأن يزور أنا ما قلتش أنه ما بيحقش له بس أنا وأبدي أعرف حالي بدي روح على ضيعة
وهذا المكان سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه على مستوى تساقط دموم. لا، بشار الخوري كان رئيس جمهورية قال له نقطة دم واحدة ما بقبل إبقى، وهذا بطل استقلال حقيقي، كان مش بطل استقلال قومنبو بالإعلام، بطل استقلال حقيقي، بطل تعايش وطني حقيقي، هو ورياض الصلح بطل الوثاق الوطني حقيقي، بطل الدستور اللبناني حقيقي. بس عرف انه الدستور، قال له ابدا لحظه ما بيبقى فل. لذلك هذا بده يسمح لنا فيها، لانه ابي خليني لوم حالي واقول حق مع العائلات المسيحيه اللي اجت تقلي كيف تسمح لنفسك بان تجلس على يمينه او شماله في التكتل. هذا موضوع اطلاقا لا اساس لهم يعني بالصحة. على كل حال ابي يغتنم مجال وجوده بموقع متقدم سلطوي متمترس ومتسلح بسلاح وبقوة كنت اعتقد انها ستكون عادلة. امل ان تقف الامور عند هذا الحد لجهة عدالة التصرف بالنسبة لهالموضوع، وضع حد للإغال كثيرا بمسألة التصرفات اللي تؤدي إلى الاعتداء على الناس وكرامة الناس. على كل حال هذا موضوع كما قلت سابقا وبشكل واضح، نحن أنا شخصيا أنا المواطن أنا تسليط جبران باسيل على الساحة المسيحية ولو قام بوظيفة الخط المتقدم للإرباك. وهذا كلام، هاي جملة.